يقول: أنا طالب بالكلية الصحية، وإذا تخرجت سوف أعمل في المستشفى إن شاء الله، ما حكم راتبي؟ وكما تعلمون أن هناك اختلاط في المستشفيات. المستشفيات من ضرورات المسلمين، والعلاج فيها يضطر إليه المسلمون، فإذا عملت فيها وأخلصت النية لله تؤجر على هذا، لأنك تنفع المسلمين. وأما الاختلاط فعليك أن تتجنبه، وأن تعمل في قسم الرجال، تعمل في قسم الرجال ولا تعمل في قسم النساء.